حللت من كلام الجدة إنه مش عنده ثقة في نفسه وبيخاف، عشان كده قعدته القعدة دي وخليته يغمض عينيه عشان ما يخافش من الكاميرات والناس ويقدر يعبر عن اللي جواه. خد راحتك في القعدة اللي تريحك، ومش لازم تبصلي. انت ممكن تغمض عينيك، غمض عينيك خالص وبص لفوق واتكلم معايا. نقدر نعمل ده؟ هحاول. يلا ريح دماغك خالص، انسى اي كاميرات موجودة، مفيش اي حد ولا كأن حد باصص ولا لينا دعوة بحد. انا وانت لوحدينا دلوقتي. تمام. وده الشكل اللي بديت بيه الحوار مع حسن. انسى بقى اي حاجة خالص يا حسن، وقول لي كل حاجة عاوز تقولها لي من انت فاكر ايه من اول ما اتولدت. احكي في كل حاجة، انا قاعد عشان اسمعك وبس. تمام. النقطة اللي هيبدأ منها كلامه هي هتكون اساس المشكلة، عشان كده هتلاحظوا اني هكمل حواري معاه وانا مركزة على النقطة دي قوي. اكتر حاجة مضايقاني طلاق والدتي. في مشهد في ذاكرتي مش قادر انساه. ان كان في واحدة هي تعرفها فضلت تقول لها سيبي او سيبي ابنك او سيبي حسن وسيبي بابا تماما. فانا بشد فيها وماما بتشدها وانا بشد فيها، فعينيا جت في عينيا، يعني المشهد ده مش قادر اشيله من دماغي تماما، ومضايقني ومنرفزني لدرجه ان هو معكنن عليا شويه حياتي. كان عندك كام سنه يا حسن؟ حوالي 4 سنين على ما اظن. فاكر ايه في المشهد ده لما عينك جت في عينيها؟ حسيت ايه؟ حسيت ان انا يعني بنتهي، رغم ان انا لسه صغير ما كنتش واعي. بس لما كبرت دلوقتي حسيت ان انا كنت بنتهي، ان هو خلاص الحاجه اللي انا كنت متعلقه بيها هي ما كانتش حنين قوي، بس يعني متعلقه بيها، محتاج ان انا اقول لها كل مشاكلي، محتاج ان انا اطفي فضلها عن كل حاجه يعني. بس فهي يعني زي ما اهتمتش او فكرت في ان هي تعيش مستوى احسن، او هي فكرت ازاي تبقى احسن، لكن نسيتني تماما يعني. وده اكتر حاجه خلاني لغايه دلوقتي بكلمها وبزورها بس مش اكتر يعني. وحصل موقف بيني وبينها، ان انا رحت لها البيت وكده. فصعبت عليا، هي اللي اختارت كده، هي اللي عايزه كده، فانا ما استحملتش وجود ان يبقى في بابا تاني غير بابايا، او هي تبقى عايشه في بيت تاني غير بيتي، او هي تبقى عايشه في جو تاني غير الجو بتاعنا. فانهارت بالعياط، قلت لها لازم امشي. قالت لي انت بتكرهني؟ قلت لها لا انا مش بكرهك، بالعكس انا بحبك جدا، بس يعني انا لازم امشي. بس يا حسن ايه كمان عاوز تقولهولي؟ احكي لي عن نفسك، عن حياتك. اكتر حاجه احكي كل اللي جواك، اللي انت عاوز حد اكتر حاجه اسمعه. اكتر حاجه مضايقاني ان انا وانا صغير ضرب المدرسين ليا جامد جدا. ان انا اتضرب بالعصايه على دماغي، طب ليه؟ طب ان انا اتضرب بالاقلام عشان مش شاطر، طب ليه؟ طب ان انا اتضرب بالخرزانه، طب ليه؟ طب ان انا اتضرب عشان واحد انا ضربته باخد حقي منه، اتضرب ليه؟ كل ده عشان بابا مثلا مهم، او ان بابا مثلا عمل مشكله فانا اتضرب الضرب المهم ده كله ليه؟ او ان انا اتعامل معامله اكني انا عامل حاجه غلط، او ان انا دايما بتعامل بنظريه، دايما شك، دايما كله شك فيا، انت عملت كذا، انت هتعمل كذا، او ان هو دايما لما اكون عايز اي حاجه لازم يتوقع نتيجتها السيئه قبل نتيجتها الكويسه. فده اكتر حاجه بتضايقني. يعني ايه كمان يا عزيز؟ اكتر حاجه كمان بتضايقني ان بابايا عصبي. مش بحب عصبيته، هو طيب جدا بس هو عصبي. ودايما ببقى عايز اعيط، يعني عايز اصوت، ببقى متنرفز لدرجة ان انا خربشت ايدي من الغيظ او من النرفزة. ولما بتلاقي نفسك عاوز تعيط بتعيط؟ بحاول، بس بضغط على نفسي من انا خربش ايدي. انت عينيك مش مرتاحة، مش هترتاح وانت بتتكلم. غمض كويس يا حسن. فترة الامتحانات والمذاكرة دي سببت لي حالة سيئة شوية غير على الحالة اللي انا فيها دلوقتي. ان انا وقت الامتحانات او وقت المذاكرة انا كنت
مش بذاكر، كانوا عايز بياخدوني تتعب، بياخدوني من تتعب واروح اذاكر في حته تانية. ده كان بيضايقني، بيأثر عليا سواء بذاكر او ما بذاكرش، بس ده كان بيأثر على نفسيتي جامد جدا. في ان انا ابعد واسيب بيت واسيب كل اللي محتاجه عشان بس ما بذاكرش، عشان بس المكان المهيئ ليا للمذاكره. ومين اللي بياخدك؟ عمتي او هي المصيبه تاخدك توديك فين؟ في بيتها. انت مش عاوز تسيب تيتا؟ خالص. بتحس بايه في وجود تيتا؟ وبتحس بايه لما بتروح في وجود عمتك؟ تيتا بالامان، بحس معاها بالامان. وهناك في البيت التاني؟ لا. تحس بايه؟ بخوف. بحس ان هو اكني لوحدي. رغم ان هم كلهم قرايبي وبيحبوني جدا، بس لا. بحس ان انا لوحدي. طيب لما بتروح لمامتك دلوقتي يا حسن بتحس بايه؟ ببقى مش مبسوط. امتى بتكون مبسوط؟ لما بمشي من هناك. ليه ما بتبقاش مبسوط؟ بفتكر كل الحاجات اللي حصلت، فببقى مش قادر انساها. هو في مشهد تاني غير اول مشهد انت حكيته لي؟ من هي بتقولي معلش يا حبيبه، بتعيط بانهيار اكنها سابت حاجه خفيه، مع اني انا ابنها وبحبها جدا. يعني بتقول لك معلش يا حبيبي، بتعيط بانهيار. بتعيط بانهيار، يعني معنى كده ان انت حبيبها فعلا، هي مش قادره تسيبك. بس حبيبها سايباك غصب عنها. حبيبها تسيبه كل السنوات دي وفي الاخر لسه جايه فاكره ان هو ليها ابن. كان لازم استخدم طريقه السيكودراما المصغره ما بيني وما بينه، ودي طريقه مهمه قوي في علم النفس، بتساعد الانسان على انه يتخلص من مشكلته.